فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. حبايبي واخواتي الغاليين اللي منورني دايما بوجودهم وبكلامهم الجميل، بحس كده بتفاؤل لما بتلاقيكم جنب مني، واقفين جنب مني، حتى لو كتبتي لي كومنت بسيط منك بحس برضو انك انت واقفه جنبي. فيديو النهارده يا حبايب قلبي هيكون فيديو حلو جدا جدا لسيده هي اجنبيه، ولكن هتشوفوا بقى يعني بصوا هي بسيطة جدا، ولكن هي بتحب التغيير وبتحب الديكورات الكتيرة في قلب بيتها، وبتحب ان هي تغير وتجدد في قلب بيتها. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون ليكي، لو انت بتحب التغيير والتجديد في قلب بيتك ان شاء الله ان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم كتير. كمان في اخر الفيديو جايبالكم فكرة حلوة جدا جدا، كأنت بقى سيدة حلوة في بيتك كده وجميلة في بيتك، هتشوفوا كده افكار حلوة يعني في مننا او في بعض مننا يعرفها وفي بعض مننا ما يعرفهاش، بس ان شاء الله كمل الفيديو الاخر صدقيني الفيديو هيعجبك. لو انت ما حطيتيش اللايك وناسيه تحط اللايك لحد دلوقتي، يلا حط اللايك وكملي الفيديو للاخر. ولو انت اول مره بتشوفي القناه عندي، يا ريت تنوري عيلتك الكبيره وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ما تنسيش اهم حاجه اللايك يا غالي، عشان اللايك ده هو اللي بيحسسني ان الفيديو حلو، فبالتالي انزل لكم فيديو بعد كده. زي ما انتم شفتوا هي اول كان تنظيمها او تنظيفها للمطبخ بتاعها، هي كده كانت بتغير في المطبخ بتاعها بديكورات بسيطه. زي ما انتم شفتوا كانت جايبه السجاده دي، وكمان كانت جايبه كراسي المطبخ، كانت حابة ان هي تجيبها باللون الاسود لان التانية كانت لونها ابيض وكانت حاطة فيها اللون البينك، فزي ما انتم شايفين جابتها باللون الاسود يعني كنوع من التغيير عشان تمشي مع السجادة الجديدة. حطت بقى على ترابيزة المطبخ المفرش التايجر الجميل ده، وحطت لهم التلات فازات دول، فيعني ايه التغيير مطلوب ولو بحاجات بسيطة. عشان كده بقولك تقدر انك انت تغيري في بيتك بحاجات بسيطة او بحاجات انت مثلا نفسك فيها ومش عارفة انك انت تجيبيها حاجة حاجة. يعني شفتوا فيديو المشتريات بتاعي؟ قسما بالله يا جماعة انا الفيديو ده بصوا اهو، ممكن تفكروا ان في حاجات غالية وكده، انا نفسي بقى شايفين قبل ما اتكلم، شايفين اللي هي الديكور اللي هي حطته على الحيطة ده، نفسي اجيب منه قوي عندي في البلكونة برضو لانه حلو قوي قوي وشكله شيك. فان شاء الله ان شاء الله ابقى اجيب واحد كده منه برضو وحطه في البلكونة بامر الله. بس مشكلة انا عندي اصلا في البلكونة من جوه اللي هو ايه اللي عارفين زي نظام منشر كده عارفينه، كنت عاملاه علشان خاطر الشتاء وكده، الدنيا بتغرق عندي فكنت عاملاه. فهشوف والله لو ينفع ان انا اجيب واحد زي كده هبقى اجيب ان شاء الله. هنا كانت هي بتجيب، كانت جايبه طقم كده لابنها، هي سيده متزوجه على فكره، هي عايشه في تركيا، فزي ما انتم شايفين هي كانت جايبه لابنها الطقم دوت عشان لما تقعد يعني يلعب او تذاكر معاه او كده يكون حلو. بعد كده بقى جابت هنا لغرفة ابنها، كانت جايبة اللي هي المنظمات الشنط اللي هي المنظمات دي، حطت فيها بقى الهدوم بتاعت ابنها وحطت فيها حاجات كلها بتاعت ابنها عشان تحفظها يعني. فمش فاكرة كنت بقول لكم ايه بصراحة، بس بقول لكم في اخر الفيديو هتلاقوا حاجات حلوة قوي يعني ليكي انت، عشان لو انت بتحب انك انت تنظمي حياتك، ان انت يكون حلوة في بيتك، يكون شكلك حلو في بيتك. اكيد كلنا كده يعني، مش يعني مش واحدة او واحدة، لا اكيد كلنا كده. فان شاء الله الفيديو فيه حاجات حلوة. برضو هرجع اقول لكم اعذروني على صوتي لان لسه البرد عندي، شوفوا بقى محبتي ليكم قد ايه، يعني انا تعبانة والله ومرضتش اقصر معاكم وانزل لكم الفيديو بتاع النهاردة علشان انتوا اتعودتوا ان كنتوا تشوفوا الفيديوهات بتاعتي. حلو قوي التربو اللي هي جايباها او المكتبة اللي هي جايباها دي، طبعا هي جايباها الحاجات دي بتبقى موجودة على مواقع هي بتطلبها وبتجيلها زي ما انتوا شايفين كده اونلاين، وبتركبها طبعا بقى الدايت بقى مش عارفه الدايت ده يا جماعه عامل معايا حاجات كتير. دي طبعا مشايه بالكهرباء، كانت جايباها علشان يعني تحافظ على نفسها وتحافظ على جسمها زي ما انتم شايفين كده. هي مشايه بالكهرباء، هي حلوه قوي، بس عايزه اقول لكم
لو انت بتفكري انك تجيبي حاجات زي كده، انا يفضل العجله. انا عندي العجله دي في بيتي بس ما بلعبش عليها. شوف انا بقول له، انا بقول لكم الصراحه، انا صريحه، انا ما بلعبش عليها. ليه بقى؟ ما اعرفش، عندي كسل، بكسل، ما اعرفش ليه. برغم عايزه اقول لكم والله العظيم حلوه جدا جدا، عجله مش مشايه اللي عندي. عارفين انتوا لما انتوا تمشوا انتوا الحاجه بايديكوا انتوا، يعني يعني بيكي انت احسن ما هي اللي تمشيكي زي المشايه كده. انا يعني جربت ده وجربت ده بصراحة. ما كانش عندي مشاية ولا حاجة، ولكن لما كنت بروح الجيم عشان ألعب وكده ما كنتش بحسها ان هي مجزية زي العجلة. ولذلك لما لقيت العجلة كويسة فقررت ان انا اجيبها في بيتي. عندي بقالها دلوقتي يمكن 4 سنين، بس عايزة اقول لكم ما شاء الله عليها حلوة والله. بس يعني هنا بقى كانت هي جايبه منظمات، وطبعا المنظمات دي احنا عارفينها، المنظمات الاكريليك. هي غيرت نظام الاوضه، هي كانت حاطه السرير في النص والاتنين كومود، بعد كده ايه اتخرت السرير ناحيه الشباك وحطت التسريحه في النص. عشان الغرض من ايه؟ عشان الاوضه ان هي يعني توسع، او الاوضه تديها وسعان اكتر. مش يعني مش وحش انك انت تغيري على طول في اوضتك وتحسي كده بمكان واسع عندك. هنا كانت بتغير المقبض بتاع الاوضه بتاعتها. كانت الاول كانت الديكورات عندها في الاوضه لونها ذهبي، فغيرت من اللون الذهبي للون الفضي او اللون السيلفر. فبما ان هي غيرت كده بقى، قامت غيرت ايه المقابض بتاعت الاوضه علشان يبقى شكلها حلو، فاهمين قصدي؟ وعانتهم لما بتعوز ان هي تغيرهم، بتغيرهم عادي براحتها. ايه ده؟ طبعا المقبض الكريستال، او لو تلاحظوا كان المقبض الاول ذهبي، فغيرته وجابت المقبض الذهبي الابيض في السيلفر او الابيض في فضي، عشان يعني يديها كنوع من الجمال يعني. طبعا ده ديكور برضو تاني هي جايباه في قلب الشقة. انا بقول لكم هي سيدة بسيطة جدا، يعني يعتبر زيها زينا كده والله. في بالنسبة يعني للحاجات اللي هي بتجيبها، جايب حاجات بسيطة مش حاجات غالية بقى زي مثلا سيدات الاجانب اللي بجيبها لكم كده. وطبعا الساعة دي معروف عنها هي كنوع ديكور مراية كده، وفي نفس الوقت هي ايه ساعة. هنا هي كانت جايبة ديكورات برضو. هنا كانت جايبة ترابيزة، وحلو قوي عجبني الترابيزة دي. هو طقم يعني، هي مش ترابيزة واحدة، تقريبا 2 أو 3 هتشوفوها دلوقتي. هي عندها ريسبشن وعندها ليفينج، فكانت جايبة ديت لي حلوة قوي عجباني. يعني لما تيجي مثلا تكوني قاعدة كده وهي جنب منك الترابيزة، تقدري تحطي اي حاجة عليها بكل سهولة يعني، وفي نفس الوقت شكلها حلو يعني. ده الديكورات اللي هي حطيتها عليها. بما ان بقى كان جايبه الترابيزات دي، فقالت ان هي هتعمل تنظيفه كده للغرفه، وجابت كمان وش السجاد اللي هو التركي، طبعا احنا كلنا عارفينه يعني. وظبطت كده برضو الركن عندها او الانتريه عندها، غسلته غسله كويسه كده. وبعد كده بقى كمان جابت له كوشنز نفس السجاده او نفس الكفر بتاع السجاده. حلو قوي الكفر ده يا جماعه، وتقريبا كلنا مع يعني اتعرف الكفر ده اللي هو الكفر التركي يعني، موجود على فكره، بقى موجود في كل مكان. انا اكتر حاجه عجباني الاداه اللي هما بينظفوا بيها دي، حلوه قوي. نفسي اجيب واحده منهم صراحه علشان خاطر الانتريه عندي، وكمان الركنه. يعني انا قاعده حاليا في الليفينج، بس بقى عايزه اقول لكم يعني طبعا انا الليفينج عندي او الركنه عندي لونها بني، فالولاد على طول على طول يعني طبعا لازم يكون ايدك في الحاجه كده علشان ما تحسيش ان الحاجه مش نظيفه وكده. فطبعا البني عامل زي الابيض، بيبان عليه كل حاجة والله. يعني مثلا تيجي تبصي تلاقي مثلا اي حاجة في ايديهم، لو في مثلا اي حاجة لونها ابيض في ايديهم، او مثلا كانوا بياكلوا اي حاجة، سندوتش مثلا او حاجة، تلاقي الحاجات البسيطة دي واقعة. ده طقم ترابيزات تاني، حطت الاولاني عندها في الريسبشن وده في الليفينج عندها. فحلو التغيير، حلو. فزي ما بقول لكم ممكن يتعك بسرعه، فعايزه اجيب واحده زيها يعني. عجبني برضو الفكره دي، فكره حلوه قوي للماسوره بتاعه الغاز، من الاشجار اللي هي البسيطه اللي هي هي ليد، اللي هي هو حبل ليد عادي ومحطوط عليه شجر. على فكره انتوا ممكن تعملوه يعني، ممكن تجيبي الحبل الليد العادي ده وبعدين تحط عليه فروع الشجر دوت او الزرع الاخضر طبعا الصناعي،
تحطي وتعمليه على ماسورة الغاز. ممكن كمان ما تجيبيش ليد، يعني ممكن ما يكونش فيه ليد خالص وتجيبيه ايه اللي هو الفرع ده. كانت هنا جايبة ديكورات عشان ايه للمكتبة اللي جنب الانتريه، تحط الديكورات دي عليها بقى اباجوره وحاجات، واللي هو الفرع اللي هو اللون الذهبي اللي هو منتشر دلوقتي، الفرع ده نزل جديد، ده الكوشن ظهر اللي كنت بقول لكم عليه، علشان يبقى كله كده ايه يعني متناسق مع بعضه، وكل الالوانات كده تبقى حلوه مع بعضها، وفي نفس الوقت هي كده شوفوا يعني واحده واحده. لو تلاحظوا في كل الفيديو هتلاقيها كانت بتجيب حاجات واحده واحده، وهتلاقوها كمان كانت غيرت في اللبس، يعني ده دليل على ان هي يعني ما جابتش كل حاجه مره واحده واحده واحده، وفجاه تيجي تبص تلاقي عندك الدنيا تمام زي ما انت حابه. فاهمين قصدي ايه؟ يعني النهارده مثلا معاكي، بكره ما فيش معاكي، اما مثلا يكون معاكي حاجه متوفر معاكي حاجه روح هاتيها كده. هي طبعا كانت جايبة يعني ايه زي نظام كونسول بسيط كده بتفرح نفسها بيه زي ما انتوا شايفين. آه وشكله حلو وعجبني انا شخصيا، يعني حسيته انه سيمبل كده هادي مش كبير، طبعا فوق المراية جنب باب الشقة يعني. وهنا بقى كانت برضو كتب لي تحت كومنت عايزين نعيش الاجواء بتاعة الكريسماس، يعني عايزين نشوف هو احنا مش بنحتفل بيهم. والله هي كتبت لي كده في الكومنت، مش احتفال، احنا مش بنحتفل ولا حاجه، ولكن عايزين نشوف اجواءهم هم هناك بره بيكونوا عايشينها ازاي يعني. فهنا سيده بسيطه جابت شجره كريسمس عادي وترابيزه المطبخ، هي ما عملتش حاجه بره في الشقه، ظبطت كده ترابيزه المطبخ زي ما انتم شايفين، وحطت عليها كده الحاجه بتاعتها، وبعد كده عملت الشجرة. حاجات بسيطة جدا يعني تقدر انك انت تعملي الحاجات دي. مثلا لو انت حابة مثلا انك تفرحي اولادك، اللي هو مش احتفال، ان انت داخلة بس على سنة جديدة، لو هتجيبي مثلا الشجرة دي مش شرط تحطيها في نفس اليوم، ممكن تحطيها قبلها مثلا باسبوعين وتشيليها، اللي هو بس اللي هو كنوع من التغيير، زي ما مثلا بتجيبي ديكور، ده مثلا ديكور عندك. فاهمين قصدي؟ مش الغرض انك انت يعني تقول لهم ده انا حطاه عشان الكريسماس وكده، فاهمني؟ اكيد اللي وصل له المعلومه هيفهم الحته دي. هنا بقى الحته اللي كنت بقول لكم عليها بقى، اهتمي بجمالك انت بقى وبنظافتك انت وبحلاوتك انت. طبعا هي هنا كانت بتكوي شعرها، طبعا بيبي ليس، فانتوا يعني عايزه اقول لكم ان انا نفسي يا جماعه بالله عليكم اللي يعرف اي حاجه او اي وصفه لتتقيل الشعر يقول لي، او تطويل الشعر يقول لي. انا شعري طويل وكل حاجه، بس للاسف الشديد ان انا يعني قصيته، فنفسيتي تعبانه قوي على فكره، زعلانه جدا. هنا حبيت ان انا اجيب لكم فكره المكوى، وبعد ما كوت شعرها تقدري ازاي انك انت تعملي له الشكل الجميل اللي هو اخد عن نظام اللولوه ده او الدوران، فبيكون حلو جدا، او كيرلي يعني، فبيكون شكله حلو جدا. انتوا بقى تقدروا ان كنتوا يعني حبيت ان انا اجيبها لكم علشان خاطر ايه اللي نفسه مثلا ياخد منها فكرة او كده، ياخد الفكرة دي، بحيث انك انتي برضو تكوني مهتمية بنفسك ومهتمية بجمالك. بالله عليكم اللي يعرف اي حاجة لتتقيل الشعر، مش مهم التطويل بس المهم التتقيل، بالله عليكم حد يقولي، لاني شعري خف جدا جدا جدا، ده طبيعي يعني طبعا من الولادة وكده ومن الضعف والدايت الكتير. وبس كده يا حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون السيدة اللي كانت معانا النهاردة تكون عجبتكم. اشوفكم الفيديو الجاي، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.